قدرتش، ما اقدرش ما اقدرش. اسمع، ننتقل الآن إلى الغناء. أغنية السهرة تقدمها مطربة الديك الذهبي الفاتنة لولا. ما قلتليش عملت إيه معاه النهاردة؟ هتقولي رأيها. أنا متشكرة قوي قوي، احب اقول لكم ان انا ببقى سعيده قوي قوي وانا بغني لكم عشان بحبكم. واحنا كمان. انا متشكره قوي، بس انا عايزه اقول لكم حاجه. النهارده الخميس، وعقبال كل اتنين بيحبوا بعض انا هتجوز. مبروك يا ابو حميد. اتمخطري يا حلوه يا زينه يا ورده انا متشكره قوي قوي. الليله دي اسعد ليله بالنسبه لي عشان حققت حلم حياتي. هغني لكم بالمناسبه دي اخر غنوه ليا، قصه حبي. عرفني عرفني عرفته، لا 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 لا
الحجر رسمنا حبنا في الصيف في الشتاء حبنا ما تنتهيش وكانت دي البدايه وقال لي في النهايه قال لي في النهايه اي طريقه نشوف طريقه البت دي كانت كويسة هتدفن نفسها بالجواز على فين؟ نظام تزويغ مفيش سهر يعني حساب العريس هيحصل راجع لكم على طول الو الباش مهندس عمر من فضلك حاضر ثانية واحدة عمر العروسة على التليفون اهلا يا روحي عملتي ايه؟ برافو عليكي ثواني وهكون عندك لا نتقابل بره احنا النبي عايزك تعرفني على خطيبتك يا سي عمر ولا خايف تقول عليا دقه قديمه من بتوع زمان ايه اللي بتقوليه يا دادا ده انت هنا الخير والبركه يا ستي دادا ام عزيزه نفسها هتكلمك الو اهلا يا حبيبتي مبروك يا ضنايا والنبي الدنيا ما هي سيعاني من الفرحه ده انت غلاوتك من غلاوه الباشمهندس واكتر خد بقى الاحسن دي ما احد فر من عيني شفتي بقى دادا ام عزيزه بتحبك قد ايه ام عزيزه وبس طب يا حبيبي انا جايه لك على طول بلاش دمعه بقى طيب اهي احمد مين اللي كنت بتكلميه ده خطيبي خطيبك ازاي بصوري يا احمد بيه مؤكد جاي تهني ليلى زي ولو اني واخد على خاطري منها هربت مننا علشان تبقى الزوجة السعيدة تاكسي انت مجنون انا عايزك تردي على سؤال واحد هساله لك انا مش طلبت ايدك هدي نفسك يا احمد دي مش طريقه كلام بعدين نبقى نتفاهم ما تحاوليش تهربي مني قبل ما تردي على السؤال انا مش عرضت عليك الجواز هو انا رفضت خلينا اصدقاء احسن عن اذنك انت فاكراني ايه عيل صغير هتضحك عليا بكلمتين تقدري تقولي لي خطيبك ده احسن مني في ايه؟ لا ابدا مش احسن ولا حاجه، بعدين نبقى نتكلم. تعالي هنا، انا لازم احط مناخيرك في الارض. اوعى سيبني، بقول لك سيبني، سيبني يا مجنون. احمد استنى جاي لك.
ايه رايك؟ الشبكه ذوقها وحش؟ تجنن، بس عندي اللي احلى منها. تعرفني؟ بحبك يا عمر. حبيبي يا عمر، بص يا عمر، تفتكر حبنا هيعيش لحد ما نبقى في سنهم؟ انت هتفضلي شباب على طول. طب والولاد هنخبيهم عن عيون الناس ازاي؟ ده انا ناوية اجيب 10 بنات و10 صبيان. لا، احنا نتفق من دلوقتي. انا ما بحبش الصبيان. ازاي؟ عاوزين بنات حلوين زي امهم، بس اياك ما تبقيش تقولي عليهم دول اخواتي لما يكبروا. ده انا ساعتها من الفرحه هقول بقال وحسي دول ولادي، ولاد عمر. واضيع انا بقى، ما حد سائل فيا. ليه يا حبيبي؟ هنفضل نتكلم عن الولاد وننسى بقى نتجوز. عمر انا مش قادره اصدق ان فرحنا بكره. سيبينا انا الموضوع ده. ازاي؟ انا مسؤول انك تصدقي. مبروك يا ليلى. عقبالك. هلا ونولا. مبروك يا ليلى. امال فين العريس؟ مش عارفه اتاخر ليه. على فكره انا عازماكوا انت والعريس كلكم عندي في الاستيريو. صحيح؟ انت هنا ولا بدور عليكي؟ وفية زميلتي في الاستيريو اللي كنت بشتغل فيه يا عم. اهلا وسهلا. الاستاذ رمضان جوز خالتي. اهلا، فرصه سعيده. تسمحي ثانيه بالعروسه؟ قوي قوي. تحت امرك. العريس اتاخر كده ليه؟ الناس اتكلمي بالتليفون. حاضر. مش نقوم ننام بقى؟ كان مستخبينا فين ده كله؟ الاعتراض على حكمتك يا رب. سامحيني يا خالتي، انا ما كانش قصدي احرجكم بالشكل ده. ما تزعليش يا حبيبتي، ربنا يكسر بخاطره زي ما كسر بخاطرك. حسب رجلك، خليك نايم قد ساعتين كمان كده. سلامتك يا ابني، سلامتك، ألف سلامة يا ابني. أحمد رد عليا يا أحمد. أنا في عرضك أحمد. يا عزيزي يا أحمد. بس يا بنتي سيبيني يا ماما، سيبيني. أحمد، أحمد، أنا في عرضك يا أحمد. ماله؟ جراله إيه؟ رد عليا. عزيزة موتي نفسك من الحياض. أحمد، أحمد، أنا في عرضك.
خير يا ام عزيزه؟ خير. مستنيين رحمه ربنا يا ابني. مش جاي لي صبر افضل في السرير واحمد لوحده. صحتك يا ابني. دلوقتي عزيزه تيجي تطمنا. انا عارفه كان مستخبي لنا فين ده كله. وما يحصلش الا يوم جوازك. الو؟ ايوه يا ليلى. خليك. الو مين؟ عمر؟ عمر بعد الجرثة والفضيحة دي قدام الناس؟ احنا ما نعرفش حد بالاسم ده. يا استاذ رمضان انا اسف. اسف الساعة 2 بعد نص الليل يا فندي؟ تو ما افتكرت تتكلم؟ يا اخي الجواز مش غصبانيه، محدش ضربك على ايديك عشان تتجوز بنتنا، انا شخصيا ما كنتش موافق عليك الا بعد ما حفظت رجليك. ارجوك بلاش العصبيه دي، اسمعني من فضلك. سمعت الرعد في ودانك ولا الحلنجي عديم الاحساس والشعور؟ استاذ رمضان انا مريت بظروف قاسيه لليلادي. مفيش ظروف في الدنيا تخليك تعمل العمله السودة دي. امثالك خطر دخولهم بيوت الناس المحترمين. اياك اسمع صوتك ولا اشوف وشك بعد كده. سلامتك يا احمد، الف سلام. فين عزيزه؟ طمنيني يا بنتي. لا يا باشمهندس خليك مستريح انت، هو بعد شويه هيبقى كويس. سلامتك يا احمد، الف سلام. مفيش داعي تزعجوا المريض، الباشمهندس هيبات معايا الليله، اتفضلوا روحوا انتوا. لا انا مش منقوله من تحت رجلي. ملوش لزوم يا عزيزه، خدي والدتك وروحي. امرك يا بنتي. يلا يا بنتي ده قدامه للصبح لغايه ما يفوق من البنك، والسهرانه موجوده اذا عوزت اي حاجه. تصبح على خير. متشكر يا دكتور. مالك يا احمد؟ ازيك دلوقتي؟ مساء الخير. يخرب عقلك، ده نظام سطيح خالص، مش تتعلموا سواقه الاول وبعدين تحبوا؟ الموتوسيكلات دي ما عدتوش تركبوها تاني. الموتوسيكلات ملهاش دعوه يا باشمهندس، النظام كان ماشي كويس قوي، متفقين على الجواز في السليم، بصيت لقيتها ضربته بالقلم. نظام فرقعه يعني. ايه فرقعه؟ وايه يعني؟ ما الواحد كل يوم بيحصل له فرقعه وهو زي الحديد اهو. يعني الموضوع كان فيه واحده ست. نظار خرمت مني بطيخي خالص. لا ابدا، ده بس الزعل خلاني ابغبغ في الكلام. اسمع يا زكي. ايه؟ احمد ده اخويا صديقي وكل حاجه بالنسبه لي، لازم اعرف ايه اللي حصل بالظبط. قدر ولطف يا باشمهندس، احمد ربنا على سلامه احمد. سلام عليكم يا راجل. مهندس حلف البهايم خلص. طيب احمد انت مش وعدتني ما تشربش ولا تركب الموتوسيكل. انت مش قلتيلي الحكايه دي الف مره؟ ما انت يا احمد من يوم ما رجعت من المستشفى لا بتكلمني ولا بترد عليا. ايه اللي غيرك كده يا احمد يا عزيز؟ عيان
عيان. معلش لما تخف هيبقى لي كلام تاني معايا. صباح الخير يا احمد. صباح الخير. صباح الخير يا عزيزي. اوعى يكون ضحك عليكي وما رضيش ياخد الدواء. الدواء خده ورايح اعمل له الشاي. طب وانا؟ انا ماليش نفس اخد معاه شاي ولا ايه؟ حاضر يا باشمهندس. يلا. ليه ما صرحتنيش من الاول يا احمد؟ على الاقل كان ممكن انصحك. اساعدك. انت ساعدتني كتير يا عمر. من واحنا عيال صغيرين وما خطيتش خطوه الا وانت جنبي. حبيت اعتمد على نفسي بالنسبه للانسانه اللي عاوزها. غريبه. يعني كنت ناوي تتجوزها من غير ما اخد خبر. خفت لما توافقش. ليه؟ اصلها بتشتغل مغنيه. بتغني. ايوه لولا بتاعت الديك الذهبي. لولا؟ شفت اتضايقت ازاي؟ كان عندي حق ما اقولكش. بتحبها؟ وده سؤال يا عمر. وهي بتحبك؟ لو اعرف اللي فضلته عليا كنت اقتله. انسان ندل جبان حتى راسها في الارض تستاهل. كفايه. كان بيخدعها عشان يفرقعها مني ابن الكلب. احمد بس انا هعرف اذلهم ازاي. احمد الست دي لازم تبعد عنها خالص. ما تفكرش فيها ابدا. انت لسه قدامك مستقبلك ودراستك اللي ما خلصتهاش. أول مرة أندم إني صريحتك بحاجة. كنت متصور إنك هتقدر المحنة اللي بمر بيها. مش تديني دروس مستقبلي. انت انا حاجة. انت انا مش منبع عليك. عتبة البيت ده ما تخطاش برجليك. يا استاذ رمضان ارجوك المسألة اخطر من ده كله. لازم اتكلم مع ليلى ضروري. طب اتفضل يا محترم قبل ما اخليك مش محترم. مالك يا عمر يا ابني؟ ازاي عوايدك؟ سيبيني دلوقتي يا ام عزيزه. مفيش حاجه. مفيش ازاي وانا تايهه عنك لما تكون زعلان. اياك عروستك زعلانه من يوم الحادثه. بلاش السيره دي يا ام عزيزه. يا خبر لو انت زعلته للدرجه دي انا مستعديه اروح لها بنفسي وابص على رجليها لاجل ما ترضيك. ده حتى كان يبقى عيب. كانت تفضلها تسيب اخوك في المستشفى بين الحياه والموت وتقيم الفرح. خلاص يا ام عزيزه الظهر اتحكم عليا ما اموتش غير بايد الانسان اللي بحبه موت. موت ايه يا ابني كفالة الشر. بس لو ترسينا على اللي حصل. مش عايزه خاطر احمد يا ام عزيزه. احمد؟ واحمد دخله ايه بخطيبتك يا ابني؟ للاسف هي نفس الست اللي كان حيموت روحه علشانها. يا ساتر يا رب. ودي نقمة ايه دي يا ابني؟ لازم احنا الاتنين نبعد عن طريقها. وذنبها ايه البناية تكسر بخاطرها؟ ازاي احطمه وانا اللي طول عمري عايز اساعده؟ ازاي هنعيش تحت سقف واحد وانا عارف ومتاكد ان اخوها بيحبها؟ المسكين هتعذبه الغيره كل ما يشوفها معايا. مستحيل ابني سعادتي على تعاسة اخويا. انا اصلي يا بيبي. قابلت النهارده تفويش افندي في الوزاره. طب ثانيه واحده من فضلك. وبكره ان شاء الله هيجي ومعاه ابنه علشان نقرا الفتح. تليفون عشانك يا ليلى. الو. ارجوك يا ليلى ما تقفليش. لازم اقابلك النهارده عشان نحط نقط على الحروف. ليه وش يتكلم تاني؟ اسمعي كلامي يا ليلى وخلينا نقرا الفاتحه مع درويش افندي علشان نخلص من القيل والقال وكلام الناس. وليه حضرتك ما سالتنيش الاول؟
بلاش كلام فارغ وارض بنصيبك علشان تتستري ببيتك. والنبي ده رمضان بيحبك وبيعزك زي ما تكوني بنته. تمام عارف يا خالتي، بس ما اقدرش اخد واحد لا اعرفه ولا بحبه. ادي انت هتتعرفي عليه وبعدين انت بتحبيه. احنا لسه هنستنى لما تحبه. اهو اللي حبيته رماها رميه الكلاب وحط مناخيرها في الارض. كل شيء اسمه نصيب يا عمي. لكن المعازيم والجيران واهل الحته هيقولوا ايه؟ 100% هيقولوا سامح حسن فيها إنا. إنا؟ إنا يعني ايه؟ معرفش. هتتجوزيه يعني هتتجوزيه. انا مش كل ساعه وتانيه هطلع صغير قدام الناس. طب استهدى بالله يا رمضان، قوم افتح الباب. يا بنتي الناس ما بترحمش، خديها من قصرها وارد بالمكتوب لك. خلاص بقيتهم عايزين تلزقوها لاي حد والسلام. على العموم انا اسفه على اللي حصل، انا مش هزعجكم دقيقه واحده اكتر من كده. هترجعي لامك ولجوز امك تاني؟ ده احنا ما صدقنا ان احنا خلصنا من الشبكه المهببه دي. انا ما بقتش صغيره ومحتاجه اللي يحرسني. انا هعرف ازاي اعتمد على نفسي. انا احمد صديق الانسه ليلى، لو سمحت ممكن اقابلها؟ صحيح الوقت مش مناسب بس. يا حضره هنا بيت محترم وله حرمه. اتفضل. استنى يا احمد، انا جاي معاك. على فين يا ست هانم؟ شقه حضرتك بقت ضيقه، ما تسعناش احنا الاثنين. كفايه قوي ضيقت كل حد كده. يلا يا احمد وفيه، هتيجي تاخد هدومي. المركب اللي تودي. انا اسف اذا كنت. لا ابدا، انا كنت ماشيه طبيعي. تحبي اوصلك فين؟ لو سمحت شقه وفاء صاحبتي. يا خارجه من باب الحمام وكل خد عليه خوخه 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 خوخه، مشيتي حافيه وخدت زكام وربت راسك من الدوخه. الله، لزوم ايه تكشيره ست دي؟ شوفي مصلحتك. غصب عني وفية، هو اللي حصل قليل، ما بقاش في دماغي افكر خالص. ما تبقيش عبيطه، سي عمر بتاعك ده ما يستاهلش تفكري فيه لحظه واحده. ارجوك كفايه يا وفية، جاتك خيبه. انت لسه هتدافعي عنه بعد اللي عامله فيكي؟ يوه، ده انا لو اتعمل فيا كده كنت خنقته قتلته. هو ايه الفايده يعني؟ كرامتي هترجع لي وسط الناس. خلاص يبقى فوق لنفسك واسمعي كلامي، اتجوزي احمد. احمد؟ ايوه احمد، اللي كان هيضيع روحه علشانك. احمد انسان لطيف، لكن عمري ما فكرت انه يبقى جوزي. مش حاسه بيه، ما بحبوش. كفايه هو بيموت فيكي. الحب بيتعود، كرامة الست ما بتتعودش ابدا. طب سيبيني افكر شويه. الحاجات اللي فيها كرامه ما بقاش فيها تفكير. يوه، والنبي تسيبيني في حالي يا وفية، انا تعبانه وعايزه اخش انام. الف الفين عدوهم. إذا كنت عايز أكتر أنا تحت أمرك. لا متشكر. شيلهم حطهم في جيبك. أهلا أبو جزيك. أحمد موجود؟ أيوة موجود، تفضل. صحيح الكلام اللي قلتولي في التليفون؟ أنت شايف إيه؟ شايف إن ده لعب عيال وبتضيع وقتك. فوق لروحك يا احمد، ده فاضل شهرين على الامتحان. جوازي مش هيمنعني من المذاكره. وتفتكر اخوك عمر هيوافق على الكلام الفارغ ده؟ انا ما بقتش صغير عشان يبقى واصي عليا. من بكره هرفع قضيه اسم وكل واحد ياخد نصيبه. وهتاكلها منين يا فالح لغايه ما تخلص قضيه الاسم؟ عندي فلوس زي ما انا عايز. جيمي اللي اداك الفلوس دي مش كده؟ صاحبي وقف جنبي في زنقتي. احمد رجع الفلوس دي لجيمي بدل ما تلاقي نفسك متعلق في حبل المشنقه. انا خلاص اتخذت قرار. ما تفتحش على روحك ابواب جهنم، رجع الفلوس دي لجيمي. بكره كاتب كتابي على ليلى، عايز تهنيني اهلا وسهلا، مش عايز انسى ان احنا كنا اصحاب في يوم من الايام.
تولع سيجارة؟ أنا بقيت مسخنة الأكل مرتين دلوقتي. قوم يا ابني كلك لومة قبل الأكل ما يبرد. أمال أحمد فين؟ والنبي يا ابني أنت خرجت من هنا وهو في رجلك على طول. وأنا قعدت أتحايل عليه وأقول له أنت لسه تعبان. حكم رأيه إنه لازم يخرج. طب اتعشوا أنا ماليش نفس. روح يا بنتي ذاكر لك كلمتين وأنا محصلاك. حاضر يا ماما. عايز اقول لك حاجه بس خايفه تكسفني. ايوه يا ام عزيزه. عروستك قاعده عند واحده صاحبتها اسمها وفيه، معايا العنوان. مين اللي قالك كده؟ على قد تفكيري يا ابني، ما تزعلش مني. رحت النهارده قابلت الست خالتها. ليه؟ ايه اللي خلاك تروحي؟ صعبت عليا يا ابني، ده انت لا بتاكل ولا بتشرب. قلت في عقلي بالي لا، ده حال ما يتسكتش عليه ابدا. روح لها يا ابني عند صاحبتها، طيب خاطرها بكلمتين حلوين. مش ممكن، مستحيل اعذب احمد بسببها، مستحيل. يا ابن احمد ده مطير وعنده الدفعه، سالني انا طول عمره يشبط في الحاجه وبعدين ينساها. طب اديني العنوان اهو يا جايز. وجودها عند وفيه خليني اقدر اشرح لها اللي حصل بالظبط، على الاقل نفترق وهي متاكده اني ما خدعتهاش. مصير وفية فين؟ اللي فيه زيت الزنبليطة. متشكر. من فضلك. نعم. خد مصير وفية فين؟ هناك. متشكر. نعم. وفية ازيك؟ اهلا وسهلا. ليلى قالوا لي انها موجوده عندك. لا ليلى. عمر كان نفسي تشهد على عقل، بس كل حاجه حصلت بسرعه. تعال اعرفك على مراتي. تعال. ليلى مراد الباشمهندس عمر. اهلا. اخوي. ايه؟ في صحة اخوك. مالك مبوز كده ليه؟ انا لا ابدا. طب قوم ارقص معاه. ها؟ يا اخي قوم، قوم يا ليلى.
عمر، في حاجة شغلك؟ لا أبدا. أما ما بتتكلمش ليه؟ في ليلتكم أنتوا بقى اللي تتكلموا. بس أنت ما قلتليش إيه رأيك في ليلى؟ أحمد. لا بقى، هو صحيح أخويا الكبير لكن من أعز أصدقائي. بكرة لما تعشري يا ليلى هتعرفي إنه أحسن إنسان في الدنيا. أحمد بيحب يبالغ كتير. أنا كنت فاكر إنه هياخد على خاطره مننا، بس طلع قلبه زي اللبن الحليب وجيل حد عندنا بنفسه. ربنا يهنيكم يا سيدي. تصبحوا على خير. على فين؟ حجرش العربية. بصحتك. في ايه؟ ولا حاجة. انت عينيكي مش معايا من الأول. سرحانة في ايه؟ قد كده مش سعيدة بجوازنا؟ للدرجة دي لسه بتحبيه؟ أرجوك يا أحمد مفيش ده. أنت يوم ما عرضت عليا الجواز كنت عارف كل حاجة عن ظروفي. يعني مش بتنكري، يعني جوازنا كان منظر ديكور بتحفظي بيه كرامتك قدام الناس، انما الحب كله للخطيب الاولاني، مش كده؟ انا خلاص رديت باسمتي معاك انت. انت كدابة، كل تصرفاتك بتقول انك كدابة. لما انا كدابة اتجوزتني ليه؟ اتجوزتني ليه؟ انت هتحاسبيني؟ انت تدافع عن نفسك وبس. انت انا مش سايبك الليله دي لما اعرف كل حاجه عنك. ايدي. مين الكلب اللي فضلتيه عليا؟ لو كنت سالتني قبل الجواز كنت قلت لك، لكن دلوقتي مستحيل اقول لك حاجه. مستحيل، انت فاهم يعني ايه مستحيل؟ طب انا هعرف ازلك ازاي؟ اوعي تفتكر ان انا بحبك وبموت فيكي. انت ولا حاجه بالنسبه لي. اذا كنت جريت وراكي فده عشان مفيش واحده ست استعصت عليا قبل كده، بس انا هعرف انتقم منك ازاي لحد لما تعترفي باسم الكلب اللي تسطري عليه. عمري ما هقول لك عليه، هسيب الجيره تقتلك ما دام انت انسان قلبك اسود بالشكل ده. اخرسي. الو. اهلا يا جيمي. الله يبارك فيك. انا اسف يا ابو حميد ان ما حضرتش فرح، والله لسه واصل من اسكندريه حالا.
على العموم هدية الفرح هتوصل لك الليلة دي. ما تخليها لبكرة. أصل أنا مربوك أوي الليلة دي. ما تجمد أمال يا عريس. حلاوتها إنك تستلم هدية فرحك الليلة دي. من غير مناقشة. الشخص اللي معاه الهدية هيوصل لك بعد ساعة. خد بالك. دي هدية غالية أوي. حافظ عليها بعمرك. جيمي، مالي إيدك منه؟ دول مليون جنيه يا عمري. ازاي ما بقاش مالي ايدي منه؟ مساء الخير. امال في العريس؟ انا. الف مبروك يا عريس. الله، دي هدية جيمي بمناسبة فرحك. ايه اللي جابك دلوقتي؟ إلي قمت اشرب لقيتك بتفتح المخزن جيت. انت رجعت تشرب تاني يا احمد؟ ها؟ روحي نامي دلوقتي يا عزيزه. انت بتهرب مني اليومين دول ليه؟ انا زعلتك في حاجه يا احمد؟ بقول لك روحي نامي دلوقتي. تحليب الجاموسه دي ليه؟ هادي الجاموسه دي ما بقتش تدر لبن زي الاول، خايفه تكون عيانه ولا حاجه. دي عشار وان شاء الله نص خلفتها هتكون لك يا عزيزه انت وسلامه. ربنا يوسعها عليك يا باشمهندس ويرزقك برزقني. بس دي محتاجه تقويه. من هنا ورايح ما تقدملهاش غير العلف المخلوط بالكسب. العلف على قفا من يشيل. بس الكسب خلص يا باشمهندس. خلص؟ خلص ازاي؟ ده احنا جايبين طن الشهر اللي فات. الكسب مالي المخزن يا سلام. بعناية دول شايفة المخزن امبارح مليان اكوام اكوام. مين اللي فتح المخزن؟ ده مفيش الا مفتاحين. واحد معايا والتاني مع احمد. هيكون مين بقى غير سي احمد؟ يظهر انه كان بيخرج الموتوسيكل بتاعه قام فتح المخزن. مفتاح المخزن في درج المكتب اللي على اليمين. روح هاته وافتح المخزن وخد الكسب اللي انت عايزه. ايه الحكاية يا عمر؟ هي حصلت ان احمد يجيب واحده ست في البيت؟ حق كله يتسكت عليه الا الحكايه دي. ما بتتكلمش ليه؟ ان كنت مكسوف تكلمه انا هكلمه واديله فوق دماغه كمان. سلام يا عزيزه. دي مراته. ده فرق ايه الوحش ده؟ كده كبيت اللبن يا بنتي مش تاخدي بالك. يا ساتر يا استر يا رب. خلاص حصل خير. بس انا قلبي مقبوض يا ابني من ساعه حلم امبارح. حلم ايه يا ام عزيزه انت الاخرى؟ يتفسر بعيد عن السامعين يا رب. يا ساتر للدرجه دي؟ حلمت خير والصلاه على النبي. ان اخوك احمد وقع في بير غويط ملوش قرار، وبعدين جيت انت مديت له ايدك، فضل دراعك يطول يطول لغايه ما جه هو واتشعبط فيه. وبعدين؟ ربنا يلطف يا ابني. صباحية مباركة يا عروسة، يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار نادي. عقبال كده ما أشيل خلفك زي ما شلت جوزك. جوزك اللي ما طمرش فيه التربية. خالة أم عزيزة زي أمي بالظبط، هي اللي مربياني. لو كنت في معزة المرحومة زي ما بتقول، كنت عزمتني في فرحك. أصل كل حاجة حصلت بسرعة، وعلى العموم يا ستي عشان ما تزعليش، نبقى نعمل فرح من أول وجديد. فرح إني شفت عروستك بينا. اتفضلي يا حبيبتي، بيتك ومطرحك. صباح الخير يا احمد.
صباح الخير. صباح الخير يا مدام. انت بتعمل ليلى رسمي كده ليه؟ مش خلاص بقت من العيله؟ طبعا طبعا. حد كان يصدق ان عمر اللي خاطب وهيتجوز خلاص؟ تتاجل خطوبته وانت اللي تتجوز يا احمد. ايوه صحيح. ايه اخبار خطيبتك يا عمر؟ مصممه تكمل دراستها قبل الجواز. وانت وافقت؟ اعمل ايه؟ غصب عني لازم اوافق. يبقى لازم بتحبها قوي عشان كده وافقت على شروطها. انا حاليا ما بفكرش فيها. ما دام طلعت ست انانيه ما بتدورش الا على مصلحتها. مش جايز تلاقيها مظلومه؟ مظلومه مش مظلومه. انا بعتبر كل شيء بيني وبينها انتهى. وعلى فكره يا احمد انا مسافر النهارده اسكندريه. هغيب كام يوم لغايه لما تقضوا شهر العسل. وتكونوا كمان شفتوا لكم شقه تفرشوها على مزاجكم. ناوي تخلص منا ولا ايه؟ ابدا. بس اي ست بتحب يكون ليها بيتها الخاص علشان تحس بالاستقرار. واحد اسمه جيمي عايزك على التليفون يا احمد. عن اذنكم. عمر. انت دلوقتي مرات اخويا. ليلى. عمر. عمر. احمد كان عايز يقتلني يا عمر. احمد كان عايز يقتلني. احمد. احمد خرج من الصبح. انا متاكده ان هو لزقني في الميه زي ما انا متاكده انك انت اللي انقذتني. طب هدي نفسك. احمد كان عايز يقتلني يا عمر. احمد كان عايز يقتلني. احمد. يقتلك ليه؟ ده كان حماوة روحه عشان يتجوزني. خليك جنبي يا عمر ما تسيبنيش. ما تسيبنيش. أنا رايح أجيب لك هدوم أحسن بعدين تاخد التهاب رئوي. ما تسيبنيش يا عمر. ما تسيبنيش يا عمر. عمر. عمر أرجوك يا عمر تسمعني. أرجوك تسمعني يا عمر. أنا أسمعي تاني. بعد ما قفلت التليفون في وشي وهربتي من البيت عشان تتجوز أخويا عاوزة مني إيه تاني؟ صدقني يا عمر أنا ما قبلتش الجواز من أحمد إلا عشان أحفظ كرامتي قدام أهلي وأصحابي. كرامتي اللي دوستها برجليك. احلف لك باني ما كنتش اعرف ان احمد يبقى اخوك. يا سلام. اتعميتي؟ ما قريتيش اسمه في قسيمه الجواز؟ ما عرفتيش ان اسمه احمد بدر الدين؟ لا يمكن كان يخطر لي على بالي ان احمد يبقى اخوك يا عمر. احلف لك بيه عشان تصدقني. والحل؟ لازم اتطلق من احمد يا عمر. 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 الهروب مش هيحل المشكله. انا خايف عليك يا عمر. انا خايف عليك من احمد. احمد مصمم ينتقم من الشخص اللي خطفني منه. اوعى السيره دي تيجي على لسانك قدامه في يوم من الايام. ما تحطميش اجمل حاجه بتربطني باخويا. يعني يرضيك اعيش مع واحد متجوزني عشان ينتقم مني؟ ما انا كمان عايش مع واحده اتجوزت اخويا علشان تنتقم مني. كذاب كذاب. انت مش قادر تستحمل يوم واحد وهتهرب على اسكندريه. حرام عليك تسيبني للحقد والعذاب يا عمر. انا صحيح غلطت وانت كمان غلطت، لكن قدامنا فرصه نصلح غلطنا.
اتكلم يا عمر، قول حاجة. كل واحد فينا يتحمل نتيجة غلطه. انت ظالم، ظالم، ظلمتني وظلمت روحك وحضرت لما اخوك معايا. في صحتك يا ابو حميد، في صحتك. باين عليك بتحب المزيكا البلدي قوي قوي يا جيمي. يا عيني انا طلعت حمار اني قلبت فرنجي. خلاص طلقها، وانا مستعد لمؤخر الصداق والنفع كمان. اخوك صدقت مش قبل بحط مراخيرها في الارض. سيبنا من ليلى وخلينا في زيزي. اتجوز تاني؟ لا يا عم، دي لا هتكلفك مهر ولا مأذون، مجرد إشارة مني وهتلاقيها تحت رجليك. طب ما تشاور لها. بس دي عندها عقدة، ما تحبش تتجوز إلا في اسكندرية. خلاص نسافر اسكندرية. وإيدك فاضية كده؟ مش لازم تقدم لها هدية؟ هدية إيه؟ الشنطة بتاعتي اللي عندك، تجيبها وتستناها، هتجيلك وتنط جنبها في العربية. تاني يوم بعد ما تاخد حمامك وتشرب قهوتك يا عريس، تكلمني في التليفون وتقول لي كلمتين اتنين بس، خالتك بتسلم عليك. خالتك؟ في صحة خالتك. في صحة زيزي. خدي بالك يا عزيزة، جايز اغيب حوالي اسبوعين ثلاثة كده. وليه الغيبة الطويلة دي بس؟ مشاغل يا عزيزي. سلام عليكم. مع السلامة. دقيقة واحدة تحت البيت، الشنطة دي اللي هنعمل فينا تحت التب. بتدور على ايه يا احمد؟ ها؟ لا ابدا، مفيش حاجة. بتدور على دي؟ ها؟ امال اللي فيها راح فين؟ قصدك المخدرات اللي كانت فيها راحت فين؟ دي 8 مليون جنيه، وديتها فين؟ حرقتها. تبقى حكمت عليا بالموت.
ده موتك هيكون على ايدي انا. مخدرات؟ مخدرات؟ بعد كل اللي عملته لك ده مخدرات؟ ايه اللي خلاك تعمل كده؟ انا حوشت عنك حاجه؟ طلبت مني حاجه ورفضتها؟ انت اتكلم، اديني سبب معقول لتصرفك الحقير ده. كنت عايز ادفع مهر ليلى. وتخش السجن وتضيع مستقبلك؟ ليه؟ ليه يا احمد هديت اجمل حاجه؟ ده انا كنت مستعد ابيع عمري عشان احقق امنية المرحومة، عشان تبقى راجل وتبني مستقبلك. سامحني يا عمر، ما تتخلاش عني، انا ماليش غيرك، هيقتلوني لو ما رجعت لهمش المخدرات. ما تحكمش عليا بالموت وتسيبنا تقتل قدام عينيك. محدش هيقدر يمس شعر من راسك طول ما انا عايش. ده مش هو، انزل في الدواسة انت. هو أنا آسف يا سيد عمر على اللي حصل. رجالتي ما كانوش يعرفوا إنك أخو أحمد. سلامته أحمد، هو عيان ولا إيه؟ أحمد مش هتشوفه تاني. آه، تبقى نظريتي طلعت في محلها. أنا فاهمك كويس. فاهم إيه؟ إحنا ولاد سوء يا سيد عمر، أنت مشارك أحمد من الباطن. على العموم انا مستعد ادفع لك قد حصته بالظبط، بس سلم لي البضاعه. مش هقدر. ليه؟ لان حرقتها. حرقتها؟ حرقتها ازاي؟ اسكتي، عايز اسمع كويس اللي بيقوله. قول تاني، عملت في البضاعة ايه؟ حرقتها وبقى التراب. امال سيادتك مشرفنا ليه؟ جاي اقول لك ابعد عن سكة احمد. اذا كان احمد غلط واتورط معاك، انا كفيل ان احميه منكم. اذا كان الرسم ده كله عشان تثبت انك حرقت مليون جنيه، شوف لك مجنون غير يصدقك. اتفضل، مع السلامة. بعد 24 ساعة إذا ما وصلتنيش البضاعة، مش هقول لك هعمل فيك إيه، أنت وأخوك. اتكل على املي يا عزيزة. كفاية يا أحمد، بطل شرب بقى، ما تيجي نتكلم أحسن. ها؟ وبعدين صبي وبلاش عكننا. أنت زمان كنت بتحكي لي على كل حاجة أحمد. قول لي إيه اللي مزعلك. أنا مش زعلان يا عزيزة، أنا تعيس، مليان تعاسة. غلطت وبدفع ثمن غلطتي. كان لازم اتجوزك انتي ولا افكرش في حد غيرك. عشمتني بالحلقة على رأي امي. مستني ايه؟ ما تطلقها. اطلقها بالبساطة دي بعد كل اللي عملته عشانها؟ مش بدل ما انت بتحرق في دمك كده؟ لازم احرق دمها يا رخرة وادفعها الثمن غالي. رايح فين؟
طلع حط مناخيرها في الارض. راجع لك تاني، استنيني في الجراج عشان عايزك. ما كانش لازم اتسرع واقبل الجواز من احمد، غلطه وبدفع ثمنها يا وفية. وانت تدفعي الثمن عشان ايه؟ سيبي له البيت يتربع على دماغه. شاطره يا وفية، برافو برافو برافو. بس اللي بتفكري فيه ده مش هيحصل. ليلى مراتي ولازم اخد حقي الشرعي منها. اسمعي كلامي يا ليلى، سيبي له البيت، ده سكران وعينيه كلها شر. كده انت بتعصيه عليا يا وفية؟ عايزاها تسيب البيت وتروح لمين؟ ده انا اطلعها على ايدين عزرائيل ولا سيبهاش تروح لخطيبها الاولاني. انت سكران مش في وعيك، مش دريان بتتكلم عن مين. وفية لازم افهمه الحقيقه عشان يرجع لوعيه. انت عارف مين هو خطيب ليلى؟ وفية اعملي معروف روحي انتي، سيبينا دلوقتي. طب انا ماشيه، بس بيتي تحت امرك في اي وقت. حاجه تفرح قوي. انا اتجوزت مطربه ولا معدده؟ ما تبطلي عياط بقى. انا سهرت في الاستيريو ونقطت زيزي الرقاصه بخمسين جنيه. ما تزعليش، هنقطك انت كمان بخمسين جنيه. خدي خدي. اوعى. تعالي هنا. ايدي. ما انا لازم اخد حقي مني، ولا هفضل معلق الفوطه الصفرا زي التاكسي الخربان. ايه اللي هتعمله ده؟ ابعد عني. سيبني سيبني سيبني. ايه مادي؟ انتي لوح تلج؟ ما بتحسيش؟ ما بتحسيش؟ لسه بتحبيه؟ لسه بتحبيه؟ انا مش فاضي للكلام الفارغ. انا مش عايزه منك حاجه غير انك تطلعني. طلعك في هذه المصيبه اللي احنا فيها. احمد لو جرى له حاجه هتكون انت السبب. عمر الكلب. انت سكران؟ ايه في ايه؟ قوم. مش تقول لي بس ايه اللي حصل. تعال اغسل وشك، ما عندناش وقت. يلا. يلا يلا روح روح. عايزك تفوقني خالص. انت هتبعد عن البيت كام يوم لحد مسألة جيمي ما تنتهي. هنروح فين؟ بعدين اقول لك. خد خلي ده معاك. يلا ما تستعملوش الوقت اللزوم. خير يا عمر؟ مالكوا يا اولاد؟ مفيش حاجه يا ام عزيزه، روحي انت نامي. دي الست دايما خارجه تجري من الباب، حصل ايه يا اولاد؟ هي عملتها؟ سمعت كلام وفية يا عمر وهربت من البيت. اطلعي انت يا ام عزيزه، بعدين تبقوا تتصالحوا، يلا بينا. ده شرف يا عمر. اطلعي انت يا ام عزيزه. ترضى لاخوك مراته تهرب مع خطيبها الاولاني؟ هي دي الحقيقه اللي كنت مخبيها عنك. ليلى لحد دلوقتي مراتي على الورق بس، لسه بتحب خطيبها الاولاني. احمد انت وجودك هنا في خطر على حياتك، جيمي ورجالته مش هيسيبوك. فضك من الاوهام دي ويلا بينا. عمر سيبنا انا الموضوع ده يا احمد، اوعدك ان كل حاجه هتتصلح. المهم حياتك انت دلوقتي. يلا. Mademoiselle, monsieur,
والآن إلى أغنية خاصة بمناسبة وجود ضيفة عزيزة عليكم بتحبوها كلكم، لولا. أوام كده من غير ما تاخد كاس معايا؟ على العموم لسه قدامك 8 ساعات، أنا مظبوط قوي في المواعيد. عشان انت راجل
تغير علي، تحبني، مش كده يا عمر؟ انت سكرانة يا ليلى. اه بس مش باخدع نفسي زيك. احنا مقسومين لبعض يا عمر، مفيش داعي ابدا نعذب نفسنا اكتر من كده. اللي بتفكري فيه ده غلط من اساسه. من لحظة ما بقيتي مرات اخويا مستحيل سكتنا تتقابل تاني. امال جيت تاخدني ليه؟ جيت تاخدني ليه؟ انا بحافظ على اسم اخويا وشرفه. انت بتدفني بايديك يا عمر، حرام عليك، كفاية، ما تعذبنيش اكتر من كده يا عمر، حرام عليك. ده انا ليلى يا عمر، ده انا بحبك، وانت كمان يا عمر بتحبني، مش كده يا عمر؟ مش كده؟ مش كده يا عمر، مش كده يا عمر. انا ما بقتش باقي على الدنيا، ما دام عايز تسني بايديك نموت سوا. انت مش بني ادم، انت ما بتحبش، انت ظالم. اسكتي اسكتي. خد فتح عينيك، اي حد يقرب من المزرعه اضرب عليه بالنار طوالي. اصل امبارح شفت شويه حراميه بيلفوا حوالين السور. ما يكونش عندك فكره يا باشمهندس، بعون الله هنجيب خبر. عمر. ايوه يا ام عزيزه. بقينا يا ابني صفاري شمس، وعزيزه لسه ما رجعتش من مدرسه. ما قالتلكيش انها هتتاخر؟ اصل صحيت من النوم متاخره شويه وما شفتهاش، قلبي ابتدى ياكلني عليها يا ابني. تلاقيها بس بتذاكر عند واحده صاحبتها وزمانها جاي. هات الهوا يا سليمه. يا رب. عمر عمر، ممكن اعرف ايه اللي بيحصل في البيت ده؟ مفيش حاجه، اتفضلي ارجعي اوضتك وما تخرجيش منها تاني. انا من يومين كنت هتقتل. احمد ساب البيت معرفش هو فين، النهارده عزيزه ما رجعتش من المدرسه، انا لازم اعرف ايه اللي بيحصل ده. قلت لك مفيش حاجه. خلاص ما تلومنيش لو سبت البيت ورحت مطرح ما انا عايزه. مفيش خروج من هنا لحد جوزك ما يرجع. يعني ايه؟ هو استبداد؟ انا ما حدش يقدر يجبرني اقعد غصب عني. عمر عمر، احضر لك العشاء يا ابني. مفيش اخبار عن عزيزه؟ ربنا يجيب العواقب سليم. طب اتعشي انت. عمر مش احسن نبلغ البوليس؟ بوليس؟ بوليس ايه؟ اوعى تجيبي سيره البوليس دي على لسانك تاني. الأكل ده عشان أحمد مش كده؟ Thank you.
يا نهار اسود الحقوا المخزن. انا راح اعمل التليفون ابلغ المطار. تعالى هنا ما تبلغش حد، محدش يروح ناحيه التليفون. هيا بسرعة عشان جوه خزان الجاز ينفجر. جاز يا خبر اسود، ابعد يا عمر، ابعد ابعد يا عمر. ليك يا احمد، اذا ما فيك كده يدخلوني لي حبه ليلى. ليلى ليه نكذب على روحنا؟ اسكتي اسكتي. لحد امتى؟ لغاية ما نموت كلنا عشان خاطر احمد؟ احمد عمر رايح فين؟ احمد سايبه من غير اكل، خايف يتهور ويسيب المكان اللي خبيته فيه. لو شافوه رجال الجامع هيخلصوا عليه. جيمي هو داخل في لعبة المخدرات مع جيمي؟ ليه خبيت عليا يا عمر؟ أنا خلاص ما بقتش عارف إيه الصح من الغلط. مسيرك هتعرف، بس يا ريت قبل ما يفوت الأوان. أيوة بعدين يا أحمد. الله وبعد كده سيبني. الله تعالي تعالي بعدين معاك. أحمد سيبني. ليلى الاكل. امال عمر فين؟ جيمي ورجالته ولعوا في المزرعه امبارح. وعمر دلوقتي بتسال عليه؟ مش تصرفاتك هي السبب؟ انا فعلا تورطت يا ليلى. بعد ايه؟ اديك هربان واخوك راقد في البيت من صاب، وانا ضايعه لا محسوبه متجوزه ولا متطلقه. على العموم انا مش هنسى جميلك النهارده يا ليلى. ما كنتش متصور انك هتخاطري بحياتك وتيجي هنا. مش مراتك ولازم اقف جنبك؟ مراتي؟ اول كلمه حلوه اسمعها منك. المحنه دي فتحت عيني على حاجات كتير. اوعدك يا ليلى لو ربنا نجاني كل حاجه هتصلح. استخبى لحد يشوفك، وانا كل يوم هجيلك في نفس الميعاد. ليلى سامحيني، أنا كنت أناني وما قدرتش مشاعرك. خلي بالك من نفسك يا أحمد. استخبى يا أحمد. شش شش على كلمة. شش في حد؟
خلاص عنا خلايا يا ابو حفيزه. قال الله وهدا الي راجعون. يا ماما حنين. اسكتي اسكتي بقى. اسكتي ما تودي بس وداي. شوف يا سيد عمر. اصرارك على الصمت مش في صالحك. تفضل يا فندم. تقرير الطبيب الشرعي بيؤكد ان عزيزه ما كانتش عذراء. ما اعرفش. اعتقد ان الشخص اللي بتحاول تحميه بصمتك ما يستاهلش. مين اللي كان مع عزيزه في الصندل؟ ما اعرفش. وكمان ما تعرفش مين اللي حرق المزرعه. سؤال أخير ولازم تديني تبرير معقول عنه. أخوك أحمد فين؟ وليه اختفى بعد جوازه بيومين؟ سافر اسكندرية. ليه؟ يأجر شقة يقضي فيها شهر العسل. عظيم. وليلى مراته فين؟ أم عزيزة وسلامة قالوا إنها كانت موجودة ليلة الحريقة. وبعدين اختفت فجأة. مش جايز سافرت لجوزها اسكندرية؟ وطبعا هتقول لي ما تعرفش عنوانهم في اسكندرية. وقد انتهت أقوال السيد عمر بدر الدين كما أمرت النيابة بالتصريح بدفن جثة عزيز عبد الواحد وتكليف رجال المباحث بالبحث عن الجناة مع استمرار فتح محضر التحقيق. المكان اتكشف وجيمي خطف ليلى وعزيزه ماتت بسببك بعد ما خدعتها. يا كلب يا ند يا جبان يا حقير. انت السبب في اللي حصل. انا اللي قلت لك تهرب مخدرات. انا اللي قلت لك تضيع شرف عزيزه. كان ممكن كل ده ما يحصلش لو ما كنتش انت حرقت المخدرات. تفتكر ضحيت علشانك ليه؟ علشان تبقى تاجر مخدرات وتخش السجن؟ كان ممكن ما اخشش السجن. ياما في حراميه ومجرمين ما دخلوش السجن. لكن انت نسيت ان انا انسان وممكن اغلط؟ انت فاكر كل الناس زيك؟ ملائكه ما بتغلطش. الو؟ ايوه جيمي. انا عمر. اسمع يا سيد عمر، حلين مفيش غيرهم عشان ما تقراش اسم ليلى في صفحة الوفيات. يتسلم لي البضاعة يتسلم لي أخوك أحمد. قلت إيه؟ أنا مستعد أسلمك نفسي بس تفرجوا عن ليلى. تبقى مصمم تنشر نعيها في صفحة الوفيات. ألو ألو، ده مجنون ومش بعيد يقتل ليلى. خلاص انا هسلم نفسي. تعال هنا. رايح فين؟ مفيش قدامنا غير حل واحد. اوعى تكون هتبلغ البوليس، ساعتها انا اللي هروح في الرجلين. الو، اسمع يا جيمي، تجيب ليلى وانا اسلمك المخدرات، بس بشرط تدفع لي 50,000 جنيه. بس ده مبلغ كبير. انا ما عنديش كلام تاني. مخدرات ايه اللي هترجعها؟ انت مش بتقول انك حرقتها؟ تعال معايا. دول تذكرتين الاسكندريه. ليلى هتكون هنا بعد ساعه. اذا حصلت اي ظروف وليلى ما جاتش اركب انت القطر وانا هجيبها معايا. عمر، انت ناوي تعمل ايه؟ يعني انت كنت قلت لي انك هتهرب مخدرات مع جيمي. اسمع يا احمد، جايز ما نشوفش بعض تاني. الجواب ده ما تفتحوش الا لما تركب. ووعدني تنفذ الوصيه اللي فيه. مش تفهمني ناوي تعمل ايه؟ حاول تسعد ليلى ما دام جوازك منها تمنه غالي بالشكل.
جايز يكون ده اخر كلام اقوله لك، ومع ذلك بكتبه وانا سعيد لاني قدرت انجيك من الطريق اللي كنت هتنحدر فيه. انا عارف قد ايه الشك عذبك من ناحيه خطيب ليلى الاولاني، لكن اقسم لك يا احمد انه بعد عن حياتها تماما من لحظه ما اكتشف انك بتحبها. انا خطيب ليلى الاولاني. انزل افتح البوابة. معادي معاك 5 بالظبط. طول عمرك راجل مظبوط يا سيد، واحنا كمان مظبوطين. ال50,000 جنيه تحت امرك. مساء الخير يا جماعة. هو ايه النظام بالظبط؟ جاي لأحمد مش كده؟ ايوه. خش له. ازيك يا دكتور؟ عن اذنك يا باشمهندس. وذنبك انت ايه كمان تروح للموت برجليك؟ ولا كلمة. احمد مستنيك في المحطة. لو انكتب لي عمر حصل. هتسيبونا من العواطف دلوقتي ونخش في الشغل. الفلوس. تقدري تمشي دلوقتي. أنا تحت أمرك يا جيمي. الشنطة. الشنطة.
احمد. سلامتك يا احمد. احمد احمد اديها دكتورة ليا. حاضر. استني خليكي جنبي. ليه ما سمعتش كلامي وسافرت يا احمد؟ وسيبهم يقتل اخويا وخطيبة اخويا. ايه؟ اندهي دكتورة ليلى. اوعدني اذا خلفت ولد سموه على اسم عمو. اوعى تدلعه. كفاية يا عمو. احمد احمد